استاذ مصطفى، السلام عليكم. شوف الحمام قبل الاكل، شوف هذا التركيب تحته بيضتين، وشوف الزغلول شوف الوحش شوف الزغلول شوف البيضتين حط هنا طبعا هذا بعد تحته بيضة هذا الزغلول شوف طبعا هنا نحط العلف الكلفة هذه مخلوطة هذا فول أظن شوفوا فول وهذه الذرة الصغيرة طبعا أنا خلط معاها خلطة كاملة تقريبا 200 كيلو هذه كلها طبعا أستاذ مصطفى هذا العلف احنا نسويه عندنا بالمزرعة هذا علف خصوصي هذا البياض حطه هني شوي هذا اللاحم حط معاه شوي استاذ مصطفى هذا بعد لاحم اصلي شوف الزغلولين بيضتين شوف كلهم ياكلون راح اعطي كمل وعلي شوف بعد العلف كل الحمام ياكل طبعا انت شوفوا طبعا هذا بدون ذرة بدون فول بدون ذرة حمراء هذول زغلي استاذ مصطفى طبعا حاط مكيف حاط مراوح شوف المراوح طبعا حتى هناك مراوح هذا زغلي الحين نعطيهم علف هذا من المطور اللحم المطور كل ياكل مكيف مراوح لان عندنا حر شديد شو الحمام كله ياكل ركبنا الدبل مبروك بص متعة الحمام وياك
دي الحمام اللي سألت عنها أستاذ مصطفى، لسه جناحها طايح، خليتها كذي. هذا هو 10 كيلو. محمد كم شرينا هذا 10 كيلو؟ ها؟ 6 دنانير اللي هو ده. ريحة جلاكسي شوكولاتة. هذا واحد. طبعا هذا نوع ثاني. هم بلجيكي. هذا ريحته نفس ريحة الزعتر، زعتر على جلاكسي. ثم نفس الشركة. هذا فيه، هذا بروتين قوي، وهذا عاد بروتين مدشن. في واحد ثاني بعد صح؟ هذا بعد نفس الشركة، أو هاني فرنسي الشركة نفسها. هذا يجي مطحون، يجي مطحون، شوف بودرة تحطه مع الأكل. هم ريحته حلوة بعد، أنت عارف الريحة يعني. هني أستاذ مصطفى هذا الخشن، عارف مال البحر، شوفه. طبعا في هناك موجود بس هذا صافي مع البحر، طبق احمر مشلون كله بلجيكي، يعني مش جايبينه احنا هني من الكويت، لا بلجيكي. هذا مكان فاضي عندنا، مساحه كبيره، ولسه ما صكيت من فوق. استاذ مصطفى طبعا برا الحراره توصل 50 60. طبعا انا حاط مراوح ومكيف، تفسخت المكيف. شوف الحرارة عندي كم، 32. طبعا برا حر واجد، هنا بالكويت توصل 50 60. طبعا هذا العلف راح نفرده انا وياك. راح افرده الحين انا وياك ونشوف. هذه فوله، هذه فول، طبعا هذا بعد هذه مدري شنو هذه، شوفوا انت تشوف شيء. هذا الشعير، هنا الشعير عندنا مدعوم 6 دنانير 50 كيلو. شوفه حلوة، هذا مال الحكومة 50 كيلو 6 دنانير أو 5.5 أظن.
هذا ما ادري شنو هي. انت اختار عاد. انا والله ما اعرف الاسامي. انا ما اعرف الاسامي. اهم شيء انه علف نظيف. شوف حتى العلف يلمع اصلا. يعني فيه لمعة. نظيف نظيف كلش.